أفكو غلط مكرا لا هي بس محنت على غلط منها وارك المدى في كلمة دقور كان يجي في غير قور سنة يوم يدا إنا تويلا تشيس لي سالح اللي هوينك وأفلقاتو عطانا ما ينك استوي كتاجي دمرك وحي نقطة هي نينك في قير كم عمد كهر لي سوى حوي نينك غير المسؤول كأ إندو إنا رير نلي بينو قصة شكايو كدبنا هاد عمرك قور جيت أقول شيف أنا وقع رجع يسوق الجلان دمرك اللي جبه دلو oo maamadii wasaaradda looga yaro ninkana ay maxay wasaaradda loogu yiri sidii gabadha 24 saacadood ay ugu soo jawaabtay raaligelin u soo bixisay ninkaas aduu raaligelin hooyo in ka masakiinta suuqa fadhiya ee ganacsanaya ay u badkooda karsanaya goontooda kasay goosan lagooda karsanaya hadii degdeg looga soo jawaabi waayo qaar kamid ah weynweynaha ku dhaqan caasimadda Hargeysa ayaa mudaharaad ay kaga cadeysan yihiin la hortagay wasaaradda diinta iyo waqafta Soomaaliland kaasoo ay kaga cadeysanayeen in gacanta lagu soo dhigo sharciyana loo horgeeyo daaci salaax oo inta badan ka hadla arimaha haweenka haweenkan ayaa sheegay in ay wasaaradda ay ka sugayaan war degdeg ah isla markaasna in laamaha amniga ay soo qabtaan isla markaasna sharciyada loo horkeeno wasaaradda diinta iyo waqafta ayaa sidoo kale tilmaamtay in ay arintaasi ay ku hawlantahay soo qabashada daaci salaax waxaan damaqday anaka walaalo laba siyaabo aan horti isku kaay qaban waayay labada siyaabo isku kaay qaban waayay waxay tahay maama hadasho inay degdeg jawaab ku bixi leeyahdo ee raali gelina oo macallinkeedu la soo horfadhiiso qofku uu qaldami karaa ilaahay baa subxaanahu taala qaldamin haday hadalku waa mardi laba sidii loo yiraa loo rab maamadu wax badan bay ka hadashay soo bandhigtay dumar ka raaliyo noqdo bay tiri ragga waxyaalo badan dantooda bay ka hadlisay edabti akhlaaqda ay ka hadlisay waa kalmadda كلمة دقور كان يجي في غير قور سنة يوم يد إنا تويلا تشيس لي كلمة ده حتى بس سببته كان تاينا إنت على صاقه يو رجع يدو مرة وحن كل رجع أي سوق الجلان أدو مرة كل لجوب بهدلو أو ما مدي وسعر الله غيره نيك هن عايم حي وسعر الله غيره هذا أنا شخص بانه يوم هذا أنا شخص بانه كلمة دقور حسن حبلا هيك سببته أنا لجور حسن واحد تاني هرتا واحد شرد ولا القف كدو خبلي وحنا قصه كي واحد لحظة كي أنا وين كانت لا دوحة أنا مسينها هي دوحة هاي استحبي قبل جنة عيلك سايقة برا ما تقدر تين حريص دي ما تفهمتي مركا أرتو مرة عسني هبلح لكن واحد جديد أنا هيون ما دامو هذا الكي مع ملا أي مرجي توصي قل دل نور رجعي وهذا الكي مرجي هاي أنا عنك ها لنوصل حلو لا وسعر دي هذول شوكت وهاي آخر لما تسعة قدر سيدي مع ملا لنو لوصل قبتي وسعر دل لوجي ري سعر حلو جي الوعي وحال كي جميل لقي سعر وأرن كي جو حلقة قبوا هاي أنا كفريس نالا قرينا نو وهاي شرطة ده مكان شرط إنا رجع إنما ذي يبو إنما ذي العيب تدي سوري جي سني سوري قدر جي هل متبان أنا قد دوني أنا كدرو هل كامي ده أه مركي ما مضوا لهاي نينك فقير كايان لجور سني تاسي وحويان معني ما مضوا ما إلى هاي نينك آني إلى هاي وحبس سنين يان لجور سني نينك فقير كي ما مضوا كهر لي سوى حويان نينك غير المسؤول كأ إيه إندو إنا رير نلي بينو قصة شكايو كدبنا هاد عمرك جوري جي تقول شيف أنا وقع عيني إيه شقتها جي إيه مقيل كأ لكن إله الرحمن كأهي صبحي كع أو كلها اللهم بارك في بكوري برسولك عليه الصلاة والسلام نينك كعي أك الله هاي بعني إرسال قدس إله الرحمن كقري إله مهل دولار وح كير صاهرة وأني شقيست إله إرسال قدس وسيرنا صاهرة لكن نينك إسك شيفا نينك مع مدو الله ديال لجورسن فقير كاهي وشيف ديرها سلسلة اللي جاءها شيف كدير له مركا واحد لايك ها عدنا جورسن ما يصير فقير كسلسلة اللي جاء وحاب عشيف لكن رجع ودوه ذي نينك فقير بالله جوه ذا دنقض الله جوه ذا كعي فقير عدنا جورسن ما يسو نينك شق يستوى لجورسن عدي لها عرف السكوت درينا إذا سياجي ما يان مركا أنا وين تحسن كدري أت بدو ما تسنت سؤالش أنت بتأكل السوق لا في حوية dadka qaar waxa sheegaya faqir ka marka laga hadlayo diinta waxa sheegaysa in marka faqri ka yaabtaan in la guursada idigu taas aad aragtaan in walaal lagama hadlayo in ninki faqirka ayaa waxba haysan guurku ilaahay wuxuu yiri isku in labada ay waxba haysan isku dhisaana isku arsaaqi doone laakiin waxa laga hadlay muhiimadu waxay tahay nin walba baarlamaan fadhiya iyo nin walba lacag li wuxuu la doonayaa inantiisa inay nin lacag la hesho ay guursato nin kastaaba maba ogolada inuu ninkiisa nin aan lacag haysan inantiisa siiyo taasina wada ognahay raggani ogaan bay isku qarinayaan nin walba madaxa iyo nin walba baarlamaaniba inantiisa wuxuu la rabaa nin lacag leh deedna waxba yaanu faqiir lagu soo gabani dumar baa dayacan dumar baa habeen walba la kufsadaayo dariiq hable eer baa habeen walba dariiqyada yaala waay baarlamaanku maxay uga hadli waayeen baarlamaanka shaqo badan baa u taala sixir badan baa jira maxay uga hadli waayeen miisaaniyadii soomaalilanti bakhtiyasay ay laba sano iyo dheeraad haysteen maxay taa uga hadli waayeen intii hooyada u gubteen waa khalad baarlamaanka shaqadooda ha kartaa iga soo jawaabtaa dhe hadda jaahilow
صدح بواد كمرنتي تربية دي جوري جهوي يعني بواد كمرنتي أخلاق دي يدين تيار دقن كلا بضو بواد كمرنتي صدح لازم قف كحرة كل شيء قف كل حقوق حجوا كلا واد دين يا أخلاق أنت هيا هذا حشاد منا هدان والله حربو حيرته ما أدري ما أدري واحد نجوريها كله جنا لقول شو قال شرفت لقول شو لقول حنولي وصدح ذا صدح ذي كانوا كم مريه واحد لا يا حي نبي محمد عليه الصلاة والسلام قد يче يمسو جورس يمسو شرب جورس دي يمسو عروان ورشة بس هذا شيء يقصد شو أبان لي كن داعي سالح لي هوانك وأفلجاتو عضانا ما يك استوي كتاعي تم ركوب واحد نقطة إكسباير يمكن ما بلكه محمد هذي أن تقو تكانك وأن سوي بسدو oo aan kadin ka markan marayo aan rahdo ee la jiro boonadi aan rahdo wan cilaya ee mobil kaas maxaa ku dhacay sharci baa ka yeela Soomaa leeg ma cilaydi hadan mobilki aan qaato lacagti aan bixiyo la tago oo soo noqdo electronic sharci uu leeyahay Soomaa ninka hadaba taagan electronic iyo haweenki simaya sidii electronic ee la tumarku waxa leeyin expire date ee la tumarku haday shan iyo labaatan jir gaadheen kilibiya jir uu leeyahay haday shan iyo labaatan jir gaadheen haweenku yaan guursan kilibiya jir uu leeyahay 18 jir habluhu markay yihiin ee iibsada waxaa la iibsanay habluhu ma mobil iPhone aba kilibiya jir uu leeyahay mobiladina iibiyo oo niman ku soo guursada anigu waxaan u arkaaba ninkani inuu sharaf dhac aan kuba sameeyin haweenka ee uu rag sharaf dhac ku yahay ragu waxay ahaan jireen een rag habluhu garab iyo gaashaan u ah waxa weeyeen anu ma intii tole muhaadarada goobjoog baan ka ahaa ee gabadhu ka sheekeynsay kilibiyadeeda waa la soo googooyay aba la soo googooyay faqirnimada de faqir iyo taajir bay ilaahay baa abuuray taanu kuma hadli karayno waa dalawada qof is calmaday sidooda ayaaba iyagu de iskula dhaqmayaan waxaan ka hadlay ninka la leeyay saalax anu de cuma aqaane shaqooyinka ninkasta hooyo soo korisay ama caanaha iibiso ama dhuxulaha iibiso ama maxay toola iyo sankar ha iibise nin walba iyo naag walba hooyaa dhashay hooyo kastaana tacab bay ubadkeeda u martaa waxa weeye hooyada agoonsa lagu haysata ee ragu ku dayaceen iyagu mas-uuliyadoodii dayaceen ee hooyada ilmaha agoona haysata ee ilaahay abuhood ka qaaday cid garab ku siisa walaaliya adeerba ay weyday ee suuqa u fadhida ee dhulka u xaadisa anagu ma ogolin in shaqadeeda maxay toola wax laga saaro in shaqadeeda wax laga saarin leelugu bahdilo ma doonayna waxa weeye sidii gabadha 24 saacadood ay ugu soo jawaabtay raaligelin u soo bixisay ninkaas haduu raaligelin hooyo in ka masaakiinta suuqa fadhiya ee ganacsanaya ee ubadkooda karsanaya agoontooda karsanaya agoonsan lagooda karsanaya hadii degdeg looga soo jawaabi waayo anagu waxaan leenahay daragow waxaad jabisan suulihii nabiga calayhi salaatu wasalaam xamse xayd CBA TV Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121